السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. مغربي يشكر الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون على فتحه لمجال الجوي لمساعدة المغرب بعد الزلزال القوي الذي هز المغرب. تابعوا معنا هذا الفيديو. السلام عليكم خوتي، عبد المجيد تبون ما تحبوه شو الجزائر. الجزائر لقد تفتح العلاقات الجوية ما بين المغرب والجزائر على حسب هذا الزلزال باش يخليوا المساعدة الدول الاخرى تدوز ديريكتومون من الجزائر. وهنا في تنقول لكم اخوتي بان المغرب والجزائر خوت. Les hautes autorités algériennes ont décidé d'ouvrir l'espace aérien au vol pour le transport des aides humanitaires et des blessés suite au violent séisme qui a frappé ce pays, indique le président algérien dans un communiqué. Donc, Abdel Majid Tebboune Brasso, هو اللي قال بأن تحل العلاقات الجوية باش نقدروا نهزوا معناتها المصابين وباش نقدروا معناتها تجينا المساعدات من الدول الأخرى. وتحيات لعبد المجيد تبون وتحيات للجمهورية الجزائرية، وحنا خوت حتى الموت، وسنتعرفوا يا إما فوق الشدة وإما في وقت الفرحة.